الدراري كلهم يجلبوا حيت الجلبه مزيانه باش الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء. مزيانه مزيانه ما بيهاش، ما حسيتش بها. العام ان شاء الله السابع ما بيهاش مزيانه. السلام عليكم، معكم سفيان سميل، مستوى الدراسي اولى باك. المهم انا جيت مدرسه ابو نزار كنديروا التلقيح، المهم باش نحميو ريوسنا هذه وفهمت المناعه، وكنتمنى من الدراري يجيو يديروا التلقيح وشكرا. المهم ابويا ديال واحد التلميذه كتقرا في الاعدادي، في الاولى اعدادي، في الثانيه اعدادي، عندها 12 عام، وانا راه جيت دابا باش دير التلقيح، حيت ولا ضروري ومؤكد انها دير التلقيح، باش ولينا خايفين على وليداتنا والناس دابا كيتوفوا وداك الشيء، راه ما بقيناش هذا. وهي يعني المهم هي الدراسه ماذا باش يكون حضوري او لا. انا المهم بالنسبه للتلقيح راه هو اجباري، هذا خصو يكون اجباري على جميع الفئات من 12 عام الى 18 عام. وانا كنتمنوا من الله، حنا كنتمنوا من الله ان هذا الوباء يتحيد علينا، تولينا مرض، كلشي مرض. المهم المجتمع راه كامل تلقيح. وحنا كنشكر الاطر الطبيه وعلى راسهم السيد مدير الثانويه اللي هو اللي مكلف بهذا المركز ديال التلقيح.